سعاد، أهلا يا فندم، ازيك يا اهلا استاذة بيكي يا لمى؟ مدام سعاد، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. ممكن اسأل الشيخ سامح؟ اتفضلي طبعا، اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي، ازيك يا سيدنا الشيخ؟ اهلا بيكي يا فندم، بقول لحضرتك ادعي لي بس للولاد يا فندم. ربنا يسترك ويسعدك ويبارك لك في اولادك يا ويحفظكم من رب كل سوء ان شاء اهديهم، الله. ربنا يهديهم ويبهدلهم. اللهم امين بالنسبة يا رب. للأسرار برضو اتفضلي. بيقول لي الأسرار دي، بيقول لي لحماته أسراري برضو مبهدليني خالص. انا مش سامعه كويس. زوج حضرتك؟ زوجها لا بيقول ده اسرارها. ابن ولادي، ولادك؟ لا انا جوزي متوفي. الله يرحمه. ولاد حضرتك بيعملوا ايه بقى عشان احنا ما كناش سامعين كويس؟ مبهدليني يا بنتي خالص، ونفسي اشوف احفادي. بس الشيخ يدعي لي نفس بس، ما شاء ربنا الله. يهديهم يا رب، ربنا يهديهم يا رب. احمد ومحمد. امين يا رب. اللهم امين يا رب. طالبة دعواتك يا سيدنا الشيخ. حاضر يا امي، ليلك ان شاء الله. نشكرك يا مدام سعيد. ونفس نفس القصة اللي المشكلة بتتكرر معانا في الاتصالات، ده بقت حفيد على فكرة، بقت حاجة ظاهرة، بقت ظاهرة. ظاهرة في حلقاتنا بالتحديد. والله انا اطالب بتعزير قانوني يعزر الولد اللي بيعق امه بالطريقة دي، وخاصة لو منع ولاده عنها، ده هيبقى كتير ده في قوي حد بقى، ذاته. ده هيبقى كتير قوي مع الأسف يعني. يعني مش عارف ده صح ولا غلط، او ده ممكن ولا مش ممكن، انما احيانا القانون برضو بيخفف من الظاهرة، احيانا القانون بس بيخفف من هو الظاهرة، الفكرة بس لكن يا الجانب شيخ أحمد، الاخلاقي، إنه الجانب سياسة الاخلاقي العصاية اللي بتبقى، يعني الشخص اللي بيبقى مستني العصاية اللي هتمده عشان يبطل يعمل الغلط يعني، وكأننا لسه عيال صغيرين بنتعلم من أول وجديد. بص